بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين. إن
اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم
أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون